اللهم
لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. كان معكم ذات يد من قسم تحضر الأمان لروضة بلدات السقاهات، شعاري في الحياة أنا طفل صغير لا أعرف المستحيل. وشكرا.